هذا كابتن فريق الهلال يوسف أثنيان، وجمال الخوري كابتن فريق الوحدة اليمني، ويتبادلان الأعلام التذكارية. وفريق الهلال السعودي يقدم الورود للجماهير اليمنية الشقيقة التي جاءت من ساعات مبكرة لتحضر هذا اللقاء الكروي الكبير. وضربة البداية لصالح الفريق اليمني، وبسم الله الرحمن الرحيم، وتبدأ المباراة. أنور السروري يلعب كرة وتنقطع تروح ناحية أحمد الدوخي، يلم أحمد الدوخي كرة معاه ويرجعها وراء فيصل أبو اثنين، ينقلها اثنيان لتماوي، تماوي يرجعها وراء تروح للطف، لطف ليوسف اثنيان، يوسف اثنيان ينقل كرة طويلة قدام المسعري تطول عليه تنشال، رمية جانبية لصالح فريق الهلال السعودي عند محمد لطف. محمد لطف يلعب الكرة وعكسية جميلة من المسعري لكن يبعدوها دفاع فريق الوحدة اليمني، وتروح في اليمين عند التماوي، لما التماوي بيمررها ناحية أحمد الدوخي لكن إبراهيم عوض يحصلها قدامه. تماوي واستعراض مهارات بيلعبها لأحمد الدوخي، أحمد الدوخي كرة معاه بيحاور معاه التماوي ويمرر خطوات لبياز وداخل ويلعب عرضية لكن تنشال من الدفاع إلى ضربة ركنية. إبراهيم عوض يطلع الكرة إلى ضربة ركنية، أول ضربة ركنية في المباراة لصالح فريق الهلال السعودي. ضربة ركنية، التماوي راح ينفذ الضربة الركنية لصالح فريق الهلال السعودي. تلعب وبالرأس خميس لكن تنشال وتروح للطف يلعبها بيمينه بعيدة عن المرمى وخارج الملعب، ضربة مرمى لصالح فريق الوحدة اليمني. تلعب وهجمة الفريق الهلال السعودي، عرضية تتلعب يوسف بالكعب ويدخل فضل المطاردة حارس المرمى يمسكها لكن في خطأ لصالح فريق الهلال عند يوسف ثنيان، بيلعبها ناحية أحمد الدوخي، أحمد الدوخي يعدي من واحد برضو كرة معاه وماشي، أحمد بيلعب كرة عرضية في المرمى اعتلت العارضة. هجمة لصالح عرضية خطرة، خطرة الكرة هذه خطرة تتلعب ناحية المرمى، في المرمى في المرمى، هدف الأول لفريق الوحدة اليمني. المسعري التيماوي لتانا، يوسف ثنيان يمرر للتيماوي، التيماوي ليوسف ثنيان من المسعري، يوسف ثنيان بيحاول يمر برضو كرة معاه ويعدي يوسف وداخل منطقة الجزاء يوسف ويصوب ناحية المرمى وتعتلي وتطلع خارج الملعب. المسعري داخل، مسعري داخل، مسعري كرة معاه وبيلعبها ناحية أحمد الدوخي. الكرة هذه كان من الأول مفروض التماوي يلعبها لأحمد الدوخي اللي كان ماخذ مكان في أقصى اليمين وكان ممكن يغزو بها من اليمين، وهذا هو أحمد الدوخي يغزو من اليمين بيلعبها ناحية بياز، بيحاول بياز وبيساره بيلعبها ناحية العويران، ينقل خميس ناحية عبدالله الجمعان، عبدالله الجمعان يلمها، يلم عبدالله بيلعبها عرضية بالرأس ناحية المرمى وتمر من جنب القائم، ضربة مرمى لصالح فريق الوحدة اليمني. بدأ فريق الهلال السعودي يركز أكثر وبنظم هجمات، هذا يوسف ثنيان بالرأس بيلعبها من جنب القائم وضربة مرمى لصالح فريق الوحدة اليمني. عبدالله جمعان، عبدالله جمعان راح ينفذ
ويطلب من يوسف ثنيان والزملاء الدخول داخل منطقة الوسط اللي المرمى بيلعبها بياز بالراس. يا حلوة حلوة من فضل المطار، وأحلى من بياز اللي لعب كورة براسه بعيدة عن المرمى، بعيدة عن حارس المرمى، لكن هجمة خطرة، هجمة خطرة لكن تنشال، ومتابعة من المسعر يطلعها إلى ضربة ركنية، هجمة مرتدة سريعة لفريق الوحدة اليمني. شوف إعادة للكرة اللي لعبها بياز براسه وبصعوبة طلعها حارس المرمى فضل المطار، وارتدت هجمة سريعة بسرعة للوحدة اليمني. هذا عبد الله الجمعان، هذا عبد الله الجمعان. عبد الله لو صوبت يا عبد الله كان ممكن يكون فيها شيء، لو حاول عبد الله يصوب، لان في تكتل دفاعي من فريق الوحده اليمني، ربما الكره هذه تصطدم في احد المدافعين تدخل المرمى، فلو حاول انه يصوب على المرمى في هذا المكان كان ممكن يعمل منها شيء، لكن على كل طلعت ضربه ركنيه لصالح فريق الهلال. محمد لطفي لعبها بالراس تحت المرمى وفي المرمى، هدف التعادل، هدف التعادل للهلال. كورة جميلة يوسف، يوسف ثنيان يحط هدف التعادل للهلال، كورة جميلة. شوف 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 محمد لطفي يلعبها براسه ويوسف ثنيان براسه يلعبها في المرمى ويسجل هدف التعادل للهلال بعد ان تلقى الضربة الركنية من محمد لطفي. محمد لطفي يلعب الكرة الضربة الركنية على راس يوسف ثنيان، ويوسف ثنيان على طول ما كذب خبر براسه. شوف يوسف، شوف براسه حطها في المرمى في الزاوية البعيدة، حتى أنا ما كنت متوقع أنها هدف لأنه لعبها في مكان ضيق جدا، وسجل منها هدف التعادل لصالح فريق الهلال في الدقيقة 42 من زمن شوط المباراة الأول، لتصبح النتيجة الآن 1-1، 1 الهلال 1 الوحدة اليمني. وضربة ركنية تتلعب وتنقطع خارج الملعب، بدأ فريق الوحدة اليمني يتراجع كثير، وفي هذه اللحظة يطلق حكم المباراة البحريني علي السفري صافرته معلنا نهاية شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين بهدف واحد لكل منهما. ضربة البداية، ضربة البداية لصالح فريق الهلال والذي يرتدي اللون الأبيض، وفريق الوحدة اليمني يرتدي اللون الأزرق. وبسم الله الرحمن الرحيم بدأ شوط المباراة الثاني. محمد لطف للمسعري، لمحمد لطف مرة أخرى، ومحمد لطف يلعب كرة لبياز اللي بيصلحها لعبد الله الجمعان. عبد الله الجمعان كرة معاه بيحاول يرفع، وكرة خرجت خارج الملعب، ضربة مرمى لصالح فريق الوحدة اليمني. منقولة ويدخل محمد لطف بصدره ويقطعها، وهجمة بياز، يصوب بياز تحت المرمى، وعبد الله الجمعان في المرمى، جول! الهدف الثاني لعبد الله الجمعان. عبد الله جمعان يحط الهدف الثاني بعد كرة صوبها بياز. شوف بياز، شوف بياز بيسار وصوبها في المرمى، ارتدت من حارس المرمى لعبد الله جمعان اللي بيمينه بكل سهولة يحطها في قلب المرمى ويسجل منها الهدف الثاني لصالح فريق الهلال السعودي. وخميس للمسعري، المسعري كرة معاه وماشي، تلعب لخميس مرة أخرى، وبينية يوسف، يوسف يوسف، الله لعبها يوسف لكن اعتلت العارضة، تمريرة بينية جميلة جدا حصلها يوسف ودخل، لعبها بكل سهولة يوسف لكن اعتلت العارضة وطلعت خارج الملعب، ضربة مرمى. التماوي، التماوي بيلعب كرة عالية بالراس من يوسف، الله يوسف كاد أن يكرر هدفه الأول، يوسف ثنيان بالراس. شوف 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 يوسف يتمركز، شوف شوف التمركز، شوف التمركز من يوسف ثنيان، في خطأ لصالح فريق
الوحدة اليمني بحاولوا اللعب بسرعة محاولة لتسجيل هدف التعادل وبمر وبحاول خطرة 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 ناحية المرمى وفي المرمى وفي المرمى هدف تعادل هدف تعادل لفريق الوحدة اليمني. وفي هذه اللحظة يطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية هذه المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما. ومبروك لفريق الوحدة اليمني في الواقع هذا المستوى الجيد اللي ظهر به فريق الوحدة اليمني أمام فريق الهلال السعودي. وأنور السروري يحصل على مبلغ 500 دولار، وأيضا خالد التيماوي من الهلال يحصل على مبلغ 500 دولار، والعميكان يحصل على العميكان من فريق الوحدة اليمني يحصل على مبلغ 1000 دولار من الشركة الراعية لهذه المباراة. أعزائي المشاهدين أعزائي الرياضيين، وهكذا استمتعنا بهذه المباراة الشيقة بين الفريقين الشقيقين الهلال السعودي والوحدة اليمني، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.